انقلاب عسكري في واحدة من أهم دول العالم اللي بتصدر اليورانيوم، انقلاب عسكري في دولة في قلب إفريقيا يربك حسابات أوروبا كلها بالكامل. ماكرون داخل في اليوم السابع ما بينامش، بيستعين بأمريكا. أمريكا بتصدر بيان من أهم بيانات الإدانة للانقلابات العسكرية في التاريخ للي حدث في النيجر. الجزائر بترفض الانقلاب اللي حدث في النيجر علشان صفقة العمر وصفقة التاريخ بالنسبة للجزائر، ألا وهو خط الغاز اللي هيطلع من نيجيريا مرورا بالنيجر إلى الجزائر ثم إلى أوروبا. والجزائر مش عايزة خط الغاز يمر من المغرب، فلازم يعدي من النيجر. الانقلاب ده ترتب عليه ان بوتين يرسل قوات الفاجنر الروسي لدعم الانقلاب، الا ان فرنسا رفضت الانقلاب وبتتكلم عن ارسال الجيش الفرنسي بعتاده العسكري لاسقاط الانقلاب اللي حدث في النيجر. ايه اللي بيحصل في دولة من اهم الدول القريبة من الحدود الجزائرية ومن تشاد واسفل منها نيجيريا، وعلى الناحية الاخرى بوركينا فاسو ثم ليبيا والسودان ومصر؟ ايه اللي بيحصل في دولة مهمة جدا جدا في وسط افريقيا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى. انقلاب عسكري بعض الناس مش مهتمة به الا انه مهم جدا جدا وبيحدد نقطة فاصلة في تاريخ افريقيا كلها، الانقلاب اللي حصل في النيجر. الانقلاب ده حصل مجموعة من الضباط انقلبوا على الرئيس، رئيس عميل لفرنسا، زي بالظبط السيسي عميل لاسرائيل وفرط في طيران وصنافير عشان خواله كلهم ممر في قلب البحر الاحمر، وفرط في مقدرات مصر ومصانع مصر وشركات مصر وخلى مصر مديونه. هناك بقى في النيجر في رئيس شبيه بهم كده، بس هو عميل لماما فرنسا، سيسي عميل لماما اسرائيل ستايل، هي يعني حاجه شبيهه ببعضها كده. المهم الانقلاب العسكري اللي حصل ده خلى الجزائر في حيره، ناخدها دوله دوله لان ده موضوع مهم جدا 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 يا جماعه. ناخدها دولة دولة. لما حصل اللي حصل بين روسيا وأوكرانيا بدأت أوروبا تبحث عن الغاز في إفريقيا، ففي دولة من دول إفريقيا غنية جدا بالغاز ألا وهي نيجيريا. نيجيريا قالت هنعمل خط غاز من نيجيريا هيمر بالنيجر ثم الجزائر ثم أوروبا. الخريطة أمام حضرتك. فالجزائر فرحت جدا جدا وقالت دي صفقة العمر وصفقة التاريخ بالنسبة للجزائريين، فإحنا خط الغاز ده تمام يمر من النيجر. الحاكم اللي كان موجود في النيجر ساعتها اللي هو اسمه محمد بازوم اللي اتعمل عليه انقلاب، ده رجل مفرطاتي في مقدرات بلاده، ما عندوش مشكله، فلا كان هيستفاد من صفقه الغاز بالشكل اللي يلبي رغبات شعبه، ولا حتى بيستفاد من خيرات الارض والثروات اللي موجوده في النيجر زي اليورانيوم على سبيل المثال اللي فرنسا بتاخده ببلاش الا ربع تولد بيه مولدات الطاقه والكهرباء اللي عندها. فالجزائر من اجل هذا محمد بازوم اللي هو كان مفرط في كل حاجه رفضت الانقلاب العسكري، لان صفقه العمر كده هتروح منها وكده خط الغاز هيمر من المغرب مش هيمر من الجزائر، خاصه ان النيجر بتتكلم اللي عملوا الانقلاب بيتكلموا عن ان خط الغاز لن يمر من الجزائر طالما الجزائر رفضت اللي احنا عملناه كانقلاب عسكري. دي حته الجزائر ليه رفضت الانقلاب اللي حصل. نيجي بقى لفرنسا. عارفين يا جماعه لما بتشوفوا برج ايفل منور كده، برج ايفل النور اللي منور ده من اليورانيوم اللي بتجيبه فرنسا ببلاش الا ربع من النيجر. فشوف النيجر بقى اللي هم لا فيه مستشفيات ولا تعليم ولا صحه ولا كهرباء ولا بنيه تحتيه ولا اي حاجه، فرنسا واوروبا منوره على قفاهم زي ما كانوا منورين بالغاز الروسي، ما بقاش في غاز روسي. فاعتماد فرنسا الان في مولدات الطاقه النوويه على اليورانيوم اللي بيجي من النيجر واللي هو كان بيجي ببلاش. لما حدث الانقلاب قادة الانقلاب اللي عملوه قالوا لفرنسا ستوب، لا في يورانيوم هتاخدوه ببلاش ولا حتى مخزون الذهب كتاني او تالت دولة مخزون ذهب في العالم فرنسا، ولا حتى مخزون الذهب اللي بتاخدوه من عندنا هنديكوا ذهب تاني، لان فرنسا بتطلع الذهب اللي في النيجر ببلاش الا ربع وتاخدوا مخازنها، لدرجة ان اصبحت تاني تالت رابع دولة بالكتير قوي في مخزون احتياط الذهب في العالم. فالانقلاب اللي حصل ده فرنسا رفضاه. ليه بقى؟ لان كان موجود واحد ابن بار بيهم، زي ما موجود ابن بار في مصر ابن بار لاسرائيل، اسرائيل بتحافظ على السيسي جدا جدا، فرنسا كان بتحافظ على محمد بازوم اللي هو اتعمل عليه الانقلاب ده جدا جدا. القاده العسكريين بقى اللي جم رافضين كل ده، خط الغاز اللي يمر للجزائر الشعب في النيجر يستفاد منه، خط ال الثروات اللي موجوده يورانيوم ذهب فوسفات مش عارف ايه الشعب يستفاد منه. هل انا كده مع الانقلاب؟ لا، اي انقلاب ايا كان ايه هو ايا كان نوعيته مرفوض، لكن الانقلاب اللي في النيجر
في البدايه لما حصل اصلا الشعب في النيجر نزل كله، نزل كله في الشارع يرفضه، لكن لما شاف اللي حصل في في نيجيريا وكلام نيجيريا عن الحرب او اتشاد عن الحرب في النيجر والتدخل عسكريا وكلام فرنسا انها تدخل عسكريا، الشعب اللي كان رافض الانقلاب فجاه بقى مع الانقلاب وقال لا، يبقى كده الانقلاب ده فعلا كان جاي من اجل خيرات الوطن والحفاظ على مقدرات الوطن والحفاظ على ثروات الوطن والحفاظ وكذا 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 وكذا. فالشعب بقى متضامن مع الانقلابيين. طيب جزئية فرنسا بقى هنا ايه يا جماعة؟ فرنسا كانت محتلة النيجر، محتلة مش عارف نيجيريا مثلا، محتلة تشاد، محتلة بوركينا فاسو، بنين، غانا، غينيا، القصص دي كلها كانت محتلة فرنسيا، يعتبر بتقول كان مقاطعة من مقاطعات فرنسا. فبوركينا فاسو من ايام او من شهور برضو حصل فيها انقلاب وانسحبت سيطرة فرنسا، ما بقاش لها سيطرة في بوركينا فاسو. الخريطة امام حضرتك، بوركينا فاسو جنب النيجر مباشرة، تمام؟ جيب بعد منها غانا او غينيا برضو انسحبت من تحت سيطرة فرنسا وما بقتش فرنسا قادرة تسيطر عليها، وبقى موجود في بوركينا فاسو قوات فاجنر الروس، وبقى موجود في غانا او غينيا قوات فاجنر الروس. بقت فرنسا بتخسر الدول اللي هي بتاخد خيراتها مجانا، يعني فرنسا بتاخد خيرات الدول دي مجانا. على سبيل المثال زي النيجر، النيجر فيها 1500 عسكري فرنسي، فعشان كده فرنسا رفضت الانقلاب العسكري، مش من مبدأ انها بترفض الانقلابات، لكن من مبدأ ان الانقلاب اللي جاي مش هيدينا خيرات البلاد دي ببلاش، ببلاش. فرنسا فعليا بتطلع الذهب وتحمل وفي الطيران ببلاش، اليورانيوم ببلاش، 1500 عسكري فرنسي موجودين على كل المناجم وموجودين على كل، مسيطرين على كل خيرات البلاد. الانقلاب اللي حصل قال لهم مفيش كده. فلما حصل ده راحت فرنسا قالت احنا هنتدخل عسكريا. القاده بقى اللي عملوا الانقلاب استعانوا باشقائهم في بوركينا فاسو وفي غانا او غينيا او تشاد ايا كان، وقالوا ايه؟ احنا هنتدخل وهنساعد النيجر، هنساعد قادة الانقلاب، لو هتخشوا عسكريا احنا هنتدخل عسكريا، اللي هو القادة الافارقة. الا دولة الا وهي نيجيريا. نيجيريا قالت لا احنا هنساعد فرنسا، وهنفتح المجال الجوي لفرنسا، وهنفتح المجال البري لفرنسا. فالنهاردة مجلس الامة او مجلس مجلس النواب في نيجيريا او تشاد صدر قرار منعا باتا بان احنا لا داخلين لا عسكريا ولا بريا ولا اي بتاع من ده خالص، مالناش دعوه بالقصه دي كلها، رفض تماما اي دخول لاي قوات اجنبيه للنيجر من خلال اراضيهم في تشاد او في نيجيريا. فهنا فرنسا بقى ماكرون والعنطزه اللي عملها لما كان بيتنك على الافارقه، خرجت وزيره الخارجيه الفرنسيه امبارح تقول لك انا بدي النيجر مهله 24 ساعه يسلموا البلاد، اللي هو ايه ده؟ ايه ده؟ يسلموا بلد دومينيكي؟ يسلموا بلد دومينيكي؟ ليه وزيرة الخارجية الفرنسية قالت كده؟ عشان رئيس الوزراء النيجر اللي اتعمل عليه انقلاب هو ورئيسه، رئيس وزراء النيجر حاليا في باريس، بيطالب بتدخل عسكري في بلاده. بيطالب بالتدخل العسكري الفرنسي في بلاده. فماكرون كانت نيجيريا بقى هتتدخل عسكريا او تشاد هتتدخل عسكريا، فماكرون قال خلاص انا بقى ناخد القوات بتاعت الدولتين دول وانا معايا 1500 جندي فرنسي نسيطر على على النيجر تاني. القوات او البلاد المجاوره للنيجر صدرت قرار، مجالس النواب فيها صدروا قرار بمنع التدخل العسكري، فاصبح ماكرون وحيدا منفردا بيستعين الان بامريكا، بيستعين ببريطانيا. راحت روسيا متدخله بتقول لها كلها بقوات الفاجنر الان في النيجر، عايز بقى تتدخل يا ماكرون تعالى، القوات الروسيه في انتظارك هناك وقوات الفاجنر في انتظار قواتك هناك، والفاجنر معروفين بيتم استئجارهم. فاصبح ماكرون الان محشور حشره في الزاويه، لا عارف يجيب الغاز الروسي ولا عارف يجيب اليورانيوم، والشتاء داخل ومولدات الطاقه دي كلها هتقف كده ما بتشتغلش. الانقلاب اللي حصل في النيجر او بوركينا فاسو او غيرهم هو بدايه لخروج دول افريقيه من الهيمنه الفرنسيه بعد عشرات السنوات. فكان دي القصه وكان ده الملخص للي بيحصل في دوله في قلب افريقيا لا تبعد كثيرا عن مصر، اللي ساكته ما بتتكلمش لا مع ولا ضد، ولا كان في انقلاب حصل على حدود دوله مجاوره لدولتنا لمصر. مصر كان على رسوم الطير ولا فارق معها اي حاجه، وهي يعتبر كان يعتبر الدوله الام في افريقيا، لا بقت ام في افريقيا ولا بقت ام في الوطن العربي ولا بقت ام في اي حاجه. السلام عليكم.